الكار. شوف معايا عزيزي المشاهدين، هنا يعني هذه السيارة اللي هنا في الأمام هي سيارة لاحظوها عناصر الشرطة وعرفوا من لوحة الترقيم بأنه هذه السيارة هذه يعني صاحبتها عندها تحذير، عندها إنذار. هنا الشرطي يحاول إيقاف صاحبة السيارة، هنا أشعل جيروفار، قال لك نحن ذاهبون إلى الضفة الجنوبية، يعطي العنوان إلى آخره. هنا السيارة ما توقفتش، أوكي ستتوقف. توقفت هنا السيارة، الشرطي بقى واقف خلفها. أوكي هنا الشرطي يعطي المعلومات لباقي عناصر الشرطة. أها الإمرأة داخل السيارة في عمرها 53 سنة، ماكوي جونز. الشرطي خرج من السيارة وطلب من ماكوي جونز الخروج من سيارتها لأنها كانت رهن الاعتقال بسبب الإنذار والتحذير اللي عندها. كانت معها أشلي هولي 31 سنة اللي كانت غاضبة. أوكي. عفوا جونز سائق سيارة، هو رجل جونز هو اللي يكون تحت رهن الاعتقال. قال له أنت ستوقف. شوف تلك المرأة قلت له لا أنت لست، قال له ابقي داخل السيارة، ابقي داخل السيارة. قال له ضع يديك خلف ظهرك. أوكي قال له عندك وارنت لإيقافك، يعني عندك طلب من أجل إيقافك. تلك الامرأة ما زالت تقول بطبيعة الحال لماذا أشلي تخرج، ستخرج من السيارة كما تشاهدون. هنا هنا رأيت في حالة غضب، هنا الشرطي قالها بقي في السيارة. شوف خرجت هنا أشلي من السيارة وأخرج التيزر من أجل أنه يحاول تهدئتها، قالها ضع يديك خلفه. شوف يعني صراحة غضب أنجستيفيال. هنا راه يتكلم بغضب الى اخره، تقول له هل تمزح معي، لماذا تقوم بايقافه الى اخره. هنا الشرطي كان يحاول تحويل يدها، قامت بعضه طبيعة الحال صور فيها عنف، قال لها توقفي عن المقاومة. قال لها قامت بعضه والعض في خطر كثير كبير كشرطي، يعني إذا ما عضك أي إنسان يعني صراحة ممكن يكون فيه مرض، ممكن تكون فيه سيدا، ممكن تكون فيه صراحة صعب جدا. قلهم الآن قلت لهم تقومون بإيقافي من أجل أي سبب، من أجل هنا بطبيعة الحال عناصر الشرطة يقومون بالإجراءات اللازمة. هنا راح يتكلم ويقولها يعني قمت بعضي، قمت بعضي، وهذا أمر صراحة مخالف للقانون. هاي تقول له لم أقم بأي شيء، لماذا تقومون بإيقافي، هل تمزحون معي. تصرخ هنا. قالها لا تصرخي، هو يقوم بتعديل أصفاد. قتلوا لقد أثرت على وجهي. قالهم قد قمتم بكل هذا لي. قالهم لا أملك أي شيء. قتلهم لا أملك أي شيء. الله يتكلم مع ذلك الرجل. قلت له أترجاك أن تكون في البيت. هاي تكلم مع هذاك الشخص، قلت له أتمنى أنك تكون في البيت، أحتاجك في البيت معي في البيت. قلت لك أحتاجك، قلت له أحتاجك. قال لها أبقى جالسة. قلت له لماذا أبقى جالسة، قلت له لماذا أقوم وهي مجروحة بطبيعة الحال في وجهها. قال لها ما اسمك، قلت له ما لا يهمك. قال لها قومي الآن.
Separate your feet. This officer's gonna search you. Yeah, I pissed on myself, bitch. Rub that. قلت له هبلت على نفسي حاشاكم عزكم الله. قلت له يلا المسي البول الخاص بي. They discovered a needle inside her jacket with a crack pipe under the seat. اكتشفوا مجموعة من المخدرات داخل حقيبتها. Watch out, needle cap. She has track. She has track marks too. What? Mm-hmm. What did she say? I ain't got nothing on me. I have to check. No paraphernalia, nothing. طبيعة الحال تبان بلي ليست في يعني حالتها العادية لأنها تحت تأثير شيء ما، وما هو هذا الشيء؟ طبيعة الحال مخدرات أو ممكن حالة نفسية. قالك عناصر الشرطة أخذوها إلى سيارة الشرطة التي تنقلها ولكن رفضت أنها تركب. قلت لهم الآن لماذا؟ ماذا؟ قلت لهم لماذا تقوم بإيقافي؟ قلت لهم انظروا ماذا قمتم لوجهي. تقولوا لقد حطم وجهي. قلت لهم ما ندخلش. قلت لهم لقد جرحتم وجهي. قلت لهم اريد ان اتكلم مع مسؤول. قلت لهم لن اذهب الا اذا جاء سيرجن يعني قائدكم. قال لهم لا تقومون بإدخالي إلى السيارة. لن تقوموا بإدخالي إلى السيارة. هلا قاموا بإدخالها إلى سيارة الشرطة. You should probably get it clean like immediately by rescue. Okay, then, yeah, I guess. 81 dispatch. Are you 201? I'm good. I just got bit. I got a little wound, so he's gonna take phone. You got bit? Yeah. She, I took him to custody with cops. هنا ناس الشرطة بطبيعة الحال يتكلموا على اليد التي أضتهم فيها، يعني يحتاج إلى تنظيفها بسرعة. كما قلت لكم الخطر ممكن يكون قائم، خاصة أنها يعني تقوم بالمخدرات التي تقوم بإدخالها في جسدها بالإبرة، وهذا أمر صراحة خطير ويعرض صاحب هذا المخدرات للصيدة صراحة. She jumps out and runs at us. So we decentralized on the ground. We won't put her hands behind her back. So then I took her right hand that was by her face and then she bit me. She's got a wound to her forehead. And we got to search the car. There's a needle cap on her jacket, so who knows what's inside. She wants to talk to you once you're done. She wants to talk to her like that. Eventually. And he's got a warrant. That's why I stopped him. So, can I talk to the Sarge, please? Right here. Sarge, I think you no problem. You said have a got a warrant. Warrant for order protection. هذا الشخص صراحة يتكلم باحترام عكس صديقته. يعني يتكلم باحترام، قال له سيدي ما لم أقم بأي شيء، عندي warrant وهذا سبب توقيفي. قال له أنا متجه إلى المستشفى. قال له حفيظي ممكن أن يأتي أن يأخذ السيارة. قال له ليس بإمكانك أن تأخذ السيارة، هي ليست مسجلة في اسمك. قال له أنا لا أريد أي نقاش هنا. اها هنا بطبيعة الحال تم العثور على إبرة أخرى للمخدرات. صراحة مجتمع صعب جدا أنت تعيش معه. طبيعة الحال هناك الكثير من الأمور اللي عندها علاقة مع المخدرات في هذه السيارة. There's a crack pipe in there with a little baggie next to it. Where's that? Right under the seat. I just pulled it out to make it a little bit more visible. Is there anything in the bag? Oh no, it looks like it's gone. Is that her name? Coy Jones? Yeah, Coy Jones. What's her name? Ashley what?